التأسيسي التربوي، وعلى رأسهم المساعد الأول سامي الجير زيزي قائد المركز الترابي للدرك المالكي بني جرفط، والمساعد محمد أحسايا نائب قائد المركز، والرقيب الأول وسكي أيوب عن كوكب الدرجات النادي العرائس، والرقيب الأول محمد عيسى كمال من المركز الترابي للدرك المالكي بني جرفط، والرقيب الأول خالد الملولي من المركز الترابي للدرك المالكي بني جرفط، والسيد بدر الدين البكراوي قائد قيادة بني جرفط، ومحيي الدين المسؤول عن مؤسسة التعليم السياقة لبني جرفط، وعثمان الإمياح الصروح الإعلامي بالموقع الإلكتروني قرية بني جرفط 24 والجريدة الإلكترونية العرائش أنفو، وجميع الأطر الإدارية والتربوية وتلامذتنا الأعزاء، وشكرا. والآن مع النشيد الوطني. بقيادة بني جرفط، نخلد هذا اليوم الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة للسلامة الطرقية، وفي البداية أود أن أعطيكم تعريف عن الدرك الملكي. لقد عرف الداعية الشريف المتعلق بمصلحة الدرك الملكي كونه قوة عمومية مكلفة بالسهر على الأمن العمومي والمحافظة على النظام، ويشمل عمله جميع أنحاء البلاد والجيوش، ويسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات. ومن مهام الدرك الملكي انطلاقا من التعريف السابق سرده، يمكن أن نستنبط بأنه زيادة على نطاق عمل الدرك يشمل جميع أنحاء البلاد، فإنه يسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات، ويقصد هنا بطرق المواصلات منها الشبكة السككية البحرية الجوية والطرقية، ويسهر على الأمن بهذه الشبكات، فهو ملزم بتواجده الدائم والمستمر فيها، حيث يحرص ويراقب ويسر عند الاعتداء، كما أنه مكلف بالتدخل عند إلحاق الضرر بها ومعاينة الجرائم المرتكبة فيها، كما يقوم بمعاينة الحوادث الجوية والبحرية وحوادث السير، هذه الأخيرة التي أصبحت تعرف تزايدا مقلقا عبر جميع تراب المملكة. شنو هو المراجل؟ هو اللي عطينا شي جواب بابا. نمر؟ مثلا إذا هما مراجلين هو واحد المرمر مخصص الناس اللي كيمشيو على اليوم، ياك؟ يعني باش نمشيو على الطريق ولا نقطعو الطريق خاصو دائما نبقاو نقلبو على الممر اللي مخصص للراجلين، الممر اللي مخصص للراجلين باش كنعرفوه. تقول لي عطينا شي جواب. سس باش كنعرفو الممر الراجلين؟ كنعرفو الممر الراجلين حتى هو مخصص للسلامة الطرقية. حسن جدا، حسن جدا. تقول لي عطينا شي جواب اخر. الناس ديال الإعدادية، التلاميذ ديال الإعدادية، باش كنعرفو الممر ديال الراجلين؟ الممر الراجلين كيتعرف بشكل معين، نقدر نقولو ثلاثة، أول حاجة كيكون مخطط بلون، هي هذه العلامة اللي كتكون على الممر الراجلين، وبالنسبة للمناطق اللي كتكون فيهم المدارس كيكون شخص كبير ديما شاد يد واحد الإنسان اللي هو صغير، لا عندو حتى مدارس. دابا خاصنا نعرفو نشوفو شي واحد اللي ورينا كيفاش نرسم الممر الراجلي، نشوفو شي واحد. حنا هنايا بواحد المدار نتكلمو على واحد المدار باش نعرفو، في وسط المدينة هذيك اللي فيها المدارات الكثيرة، والأغلب الأحيان في وسط المدينة كيوقعو حوادث سير بزاف على خصوصا الممر الراجلي. هنا درنا لكم واحد المدار
وتناكم الممر ديال الراجلين من هذا الشيء ومن هذا الشيء ومن هذا الشيء. يعني أن الإنسان اللي يكون غير يقطع طريق ولا شيء حاجة دائما أنه يلفت الانتباه دياله إذا كان جاي شي سيارة مثلا، إذا كان شي واحد غادي يقطع من هذا الممر شي يقدر يدخل شي سيارة جاية من هنا وغادي يدور من هنا، ماشي بالضرورة أنها تكون سيارة جاية من هنا. يعني ماشي بالضرورة تكون زي السيارة من هنا ولا من هنا. يعني حسن جدا حسن جدا. إذن الحاجة اللي مهمة هي أننا قبل ما نسوقوا الدراجة خاصنا نديروا الخوذة الواقية. الخوذة الواقية ثاني حاجة شنو هي؟ دابا مثلا نمشيو في المدينة وغاديين بالبيكالا شنو؟ إذا نسلك الممر المخصص للدراجات الهوائية. ثالث حاجة شنو هي؟ قولي أعطيها شي جواب.